حيا الله الجميع. وصفتنا اليوم لذيذة، والأهم من كذا أنها سريعة، تنفع فطور أو عشاء حسب ما تحبون. راح أسوي معكم فطيرة مالحة. وقبل لا نبدأ وصفتنا، لا تنسون الاشتراك بالقناة واللايك وتفعيل الجرس عشان يوصلكم جديد القناة أول بأول. ويلا نبدأ وصفتنا. وجينا للمطبخ بنسوي مع بعض وصفة سريعة ولذيذة، تنفع عشاء وممكن تنفع فطور. بنسوي فطيرة مالحة جدا سريعة ولذيذة. أول شيء راح نجهز خليط الفطيرة. هحط 3 بيضات بالخلاط، شوي فانيلا أو خل حسب رغبتكم، وراح أحط 1/4 كوب زيت وربع كوب حليب بودرة، رشة ملح، و4 ملاعق كبيرة دقيق أبيض منخول، وبيكنج باودر، لحظة نسيته، وملعقة صغيرة بيكنج باودر بس تكون شوية يعني حليوة مليانة، وراح نخلطهم وبعدين راح نضيف لهم هذه المقادير. خلاص عندي الخليط هنا جاهز، راح أدهن الصينية وأصب الخليط فيه وبعدين راح نحط الحشوة. حطيت الخليط هنا وشلت الصينية لأني بسخن الخبازة قبل، وعلى ما تسخن الخبازة نحط الحشوات. أنا بحط زيتون أخضر وأسود، ممكن سماق، زعتر، جبنة شيدر وجبنة فيتا، فلفل ملون، والإضافات على حسب رغبتكم، بس هذه الإضافات مرة لذيذة. جهزت الفطيرة عندي، صايرة أشبه بالبيتزا كذا شكلها بس بدون صوص. الحين بعد ما سخنت الخبازة، بسم الله، راح أحطها فيها، نسكرها، نستودعها لله الذي لا تضيع ودائعه. الحين بعد تقريبا 10 دقائق خلاص بقي لها تكة وتخلص، يعني لها الجنب ذا يتحمر وخلاص. ما شاء الله تبارك الرحمن، فطيرتنا وخلصت، الحين جاهزة للتقديم، بس يبغى لها كويسة شاهي. ويا سلام، وهذه فطيرتنا وصارت جاهزة والشاهي كمان جاهز. أحلى عشوة أو أحلى فطور، وبالعافية.